سبب الوقفه اليوم هو الناس ديال الكاله. هاد الكاله راه ممنوعه في الظاهره 63، ما كاين حتى شي قانون كينص على الكاله، وهاد الناس تكرفسوا علينا بزاف لدرجه اليوم دخلوا لنا وحده من الديبارات اللي كانت عايشوا معاهم ديال مدينه بن سليمان، وجينا عند سي رئيس المنطقه والامور دازت على احسن ما يرام، عطانا الكلمه وغادي يكون الخير ان شاء الله. علاش؟ حيت حنا كناضلوا من على اجل هاد الكاله باش ما تبقاش تشكاله عشوائيه، وهاد الناس راه كيبتزوا في عباد الله وكيدخلوا باش كيعمروا الجيوب ديالهم ويدخلوا في الطوموبيلات، والله يهدي ما خلق. الشيء اللي غنقولوا لهم ديجا درنا بهم شكايه وعندهم سوابق عدليه، ولكن الناس ديال الامن راه فرحونا اليوم وغادي يكون الخير ان شاء الله. والشيء اللي كنوصل للجميع الله يهديهم، الله يهديهم على نفوسهم، راه حتى الوقت راه ما كتساعدناش باش غنديروا الكاله، ولا الوقت راه ازمه، وسيدنا راه كيناضل معنا يوميا باش بنادم يتحرك. سبب الوقفه ناس ما عندهم لا علاقه بالطاكسي لا بوالو، كيجيو كيديروا كاله، سوابق عدليه، بزاف د الحوايج، حتى الطوموبيل اللي داير بها الكاله ماشي طوموبيل داسيا، داسيا دير بها الكاله ودخل واحد القراويه اللي حنا كنتعايشوا معاهم، حنا تقريبا واحد 200 طاكسي اللي كنتعايشوا معاهم كنمشيو للعروبيه باش كنجيبوا البلايص عندهم، حتى هما فاش كيفوتوا التشارك اللي هي كيزو بليصات، فاذا به هو كيشد ديك القراويه كيدخلها، كيغوت على البوليس كيقول لهم دخلوا ديال الفوريان شحال شهر ديال الايام، تخيل معايا انت الطاكسي غيدخل شهر ديال الايام، الا دخل دابا الا بقات الطوموبيله شهر ديال الدخله شهر، حتى حنا اللي غيوليو يدخلونا ليه في جماعه الفضالات في الطريق ديال سليمان، غيوليو يدخلونا شهر ديال اللي شدوا كيدخلوا شهر ديال الفوريان، الطاكسي ملي كيدخل شهر ديال الفوريان صافي راه مات. تخيل معايا شهر ديال الفوريان غير الروسيطه ديال الطاكسي دايره 5000 ولا منين غادي كاري، بحال دابا الطوموبيلات الجداد دابا راه عندهم طريطات، كاين اللي عنده 40000 كاين اللي عنده 30000 طريطه ديال الشهر، من غير لاكريمون حتى باش كيخلصوا لاكريمون، حتى كاين اللي عند كاين اللي كاري ب 50 كاين اللي كاري ب 40، اللي ما كاري رخيص كاري ب 35 30. وتخيل معايا انت دابا كيدخلوا الشهر ديال الايام حسبه، حنا كندعيو للتعايش، بحال الناس اللي كيديروا الكاله ما خصهمش يبقوا، حتى اصل الكاله ماشي قانونيه، ما كايناش في القانون، ما كاينش شي قانون كيدير الكاله. ملي طرحتوا البيبان شنو؟ الناس الله يجازيهم بخير، الناس ديال الامن دابا فرحونا، عطاونا شي حلول اللي غتكون مزيان، حنا كننتظروا. قال لك قال لك غادي ندخلوا باش نحيدوا هادشي، ما غاديش تبقى الكاله تما بعدا اصلا بتاتا، هادي حساب الهضره ديال السيد الرئيس. والحوايج الاخرين قال لك غديروا شي حويجات مثلا شي التزام مع الناس اللي كتعاملوا معاهم، وغدفعوا للعماله باش توليو تعيشوا معاهم، زعما داكشي يولي قانوني، باش الاخرين الا جاوا شدوا شي قراويه وبغاو يدخلوها، حنا كنكونوا اصلا دايرين داك الالتزام، وهما تا هما دايرين الالتزام باش نتعايشوا بعضياتنا، يعني ما يقدروش يدخلوه.